أشار محافظ محافظة تعز نبيل شمسان إلى أنه على مدى 3000 يوم من حصار تعز لا زلنا صامدون صابرون وواثقون أن النصر قادم، وأن تضحيات أخواننا وأبنائنا وأمهاتنا ودمائهم لن تذهب أدراج الرياح، بل هي دافع بأن نستمر بالمقاومة. جاء ذلك خلال ندوة تقام في محافظة تعز بعنوان حصار تعز قراءة اقتصادية سياسية، ضمن فعاليات مرور 3000 يوما حصارا على مدينة تعز المفروض من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية ذاكرة المدينة. واليوم تحمل عنوان الآثار الاقتصادية للحصار في تعز. أنا أعتقد بأنه أكثر ما عانه الإنسان في تعز خلال 3000 يوم من الحصار هو الجوانب الاقتصادية المترتبة على غلاء الأسعار وتأخير وصول البضائع، الطرقات، مضاعفة الأسعار، جراء المواصلات، ولذلك أضافت على المواطن عبء كبير جدا فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، وهذا يدمر مقومة الحياة بالنسبة لأي مواطن في تعز. المرأة نالها نصيب الأسد في حصار طال أمده وأصبحت هي من تتجرع مرارة الحصار وخصوصا في الجانب الاقتصادي وحتى تبعيات انقسام النسيج الاجتماعي. اليوم في فعالية 3000 يوم على الحصار على مدينة تعز قامتها منظمة الحزب الاشتراكي، قراءات اقتصادية وسياسية عن الوضع، طبعا تكلمنا فيها عن الوضع بشكل عام وعلى وجه الخصوص وضع المرأة اليمنية في محافظة تعز في ظل الحرب والحصار وما أثرت والآثار التي ترتبت عليها، حيث ظلت المرأة هي المتحمل العبء الأكبر لهذه الحرب سواء من الناحية الاقتصادية والنفسية والاجتماعية. أثرت الحرب على المرأة بشكل كبير من الناحية النفسية، أدى ذلك إلى ضغوط نفسية واقتصادية سيئة على المرأة. المرأة هي من تعول وهي من تقدم الخدمات للأبناء نتيجة اختطاف الآباء والأبناء والأزواج، كذلك الوضع الاقتصادي السيء الذي ترتب على أوضاع نفسية أدى إلى شتات الأسرة وتمزقها وتفكك النسيج الاجتماعي بشكل عام في محافظة تعز. المرأة أصبحت هي المتحمل الأكبر لكل هذه التبعات الخاصة بالحرب سواء من ناحية اقتصادية أو نفسية أو سياسية أو اقتصادية. قراءة جوهرية تتحدث عن حصار تعز وتبعياتها اقتصاديا على المجتمع التعزي وخصوصا طوال أمد الحرب 3000 يوما.